ماري وصلت لي دماغ قريتك يا سوست اللي جون تكان أما شو زوالنا يشنو وين جون تكان سبا جو غرب العالمين عم تكان ليش اور جون تكان شو تكان أصلي كل بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك روض مسلم هاي كوه كسون روض مسلم ونعم كسون يم سات يم غزران شو يم سات يم مران شو يم سات يم صاحب قبر على الوادار شو يم سات شراب بول عالمين يم سوال شو فرشت يم سكران لكن يم سات يم جواب شو نحقا لديث كين آدي خطر شو أفسول لما شو بند جاء أفسول كسان واي وقت مصيبة دس جوز أما كيا شو هون هذا سردم رسول رحمة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فرمو أخ فرشت زاشا يوان يمس فرشت زاشا أخ دقر شاسا يس ششترو دقر شاسا أمس شو أمي دقر سيد أخ داس قلس يوان دراو اور یہ سات ہے یہ سات شو زو تو مجھے کہ انسان انسان لوری ان داس شو سان کیا حال چھ گسان وہ یہ سات ہے انسان تقر اس کا ششتر اڑا ہو اج داس یہ سات کر اس شو سان اے صاحب اس کیا حال ہے سن زو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان فرمو یہ سات ہے یہ سات ہے ڈاکر خواسان یا سر شو آواز کھڑا ہے مجھے کہ کتلا يوم كاكا صار مخلوق شبوزا سواي انسان يعني هو زكاك شصار يا صار بوزا صار الدنيا كائنات صار مخلوق ش صار شيء اواز صار بوزا لكن الانسان سجن صار هاي صار اور بيك سنت فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله أحد الرجال كلهم، زين، يسوع سايم شاسا، هم سوت هذا شو، رب العالمين شو أخ سفيرش المكرر كان، يمس، نشوا شن غا شاسا، نشيا بولد هكال كيف، أو ناس نشيا هكال كلام كيف كيف، يهوي شو مكرر يوار كرب، هم شو شفرو غا كاسا هسكت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا یا سچے میں سیو تاس کا راستہ ہوا فرمایا یہ مساعد اگر دنیا سے لگ اس پہاڑ پر چھ تاس بھی سو پہاڑ تے بنے انس یہ خاصا بنے یوت یوت زور سان تاس میں اس کا راستہ سا فرمایا اگر دنیا سے لگ پہاڑ سیو تاس راول سو پہاڑ تے بنے تے مساعد فرانا يوم ساعد أمي سير داش دراوان أمي صاحب أسوشي يوي هاو قصان أمي شو ميز قصان أمي شو ميز سيد ميز بيشو رب العالمين أمي زندگ يوان أوه بيشو أمي سير يوي هاو قصان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو فرمو يهار أسا روج أمي صاحب أسوشي برابر قلن تاي يقول بيان یس ہسا کافر آس یس منافق آس یس مشرق آس یمس ابدی ٹھکان شو جہنم یمس ابدی ٹھکان شو ہمیشہ دوام شو عذاب یمس آو کرن بیان یس آس یہا اما کرو بیان تیم صاحب مسلمان شو لیکن پنے پنے برہا صدر شو مبتلا تون حال کیا ہے صحیح بخاری کتاب اور جنائز سند امام بخاري رحمة الله عليه وسلم مهنة صحيح بخاري ام قريبا شرحان وريان شي ام بان المهنة مشكة صحيح كتاب جمع كلمة او رب العالمين اسي اعزاز اسلام اصلا القرآن قرآن لبن صحيح قد بهترين كتاب صحيح كتاب صحيح بخاري صحيح بخاري اتنا سمرح بن جندب رضي الله تعالى عنه قرآن بيان فرمان معمول رسول الله صلى الله عليه وسلم تموئے سیم ساتھ صبح فجر نماز ادا کر ہے اجیس اسکول فیران یو صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم
أديه سؤال كرن إيه ميانا يارو تاي مزما كويس خاب وشمت أگر كويس صحابي خاب آسيا وشمت ساسوس خاب أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم كابي ولا مگر أجن كل إنسان اس خيال سو أجن كرو مزي أگر كا أگر إنسان اس خاب آسيا وشان چونکہ انسان اس پنہ تمس صاحبس ون صاحب تعبیر اور اکثر چھ اس وچھنا آمت یل انسان کا خواب چھ وچھان یہ چھ پتہ عوام اسان یہ بیان کرن یا اور چھ تم تہ وجوب آسان تم چھ خواب وچھان بلکہ آسان بل اپوز ون اصل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اگر تہ بہترین خواب چھ تیلا جو کو اس تمس صاحبس ون صاحب تعبیر اس بیان وأنا أقول لك أنا 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 أقول فتوس تعبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان عن دعا جسا فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو اي مانيو يا رو دائم ازما کوئی سخاب وشون ساروی صحابو جو جواب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتا شن خاب وشون عمدا فرمو بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو اي مانيو يا رو عزوش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاب اور انبیاء نے خواب دش کیا اللہ تعالی سے طرف وحی اس خواب اس اندر چھ مختلف مناظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چونکہ وہ وقت چھ اس کا اختصار تھا بیان یہ انسان مختلف مناظر چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ بلاف کا منظر وچ سوال کر اے یہ گسائے اس کیا تقلیب یہ جواب شو انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو ابرو کو بگیو سا برو رحم دی جواب ان یہ سات مکمل شی گسا اما چ سوال کا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو ایسا مغروز با از سوال یا زیاد مختلف مناظر ہوئی دی و میتے وای وای دی مختلف مناظر سبب یہ بات کیا جو سی عذاب یو اندر اما چ تفسیر وانا بیان کرن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي صاحب يوسف شو يسبل زبانوس اجنو اساس تاو اجو اسبل سور يو سدان يا سو سوسائي من عذاب اس قبر در چلا تعالى يش سوسائي يوسف دنيا سربوس ابوس ابوس او سو جاوس يمزاد ابوس بيان اس كران اسس جو اول ابو غالین جائے لے فورا اج جو سوشل میڈیا ہو دو اج اسی حدیث مبارک بہتر ہے اس سمجھ سمجھ تا دو تن واسطے باسا کہ اج ابو خود کر بول مگر اج جو باسا انسان اس خود کر چھ ابو محمولی جو لاکھ مسے یہ تو کوئی دلیل اس اگر تے فارورڈ کر اور یہ دان تا جائے سواج جان مرنے پر یہ دان جائے سواج تشيوان نام يا عمر صدا ابوس اذكر بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان قال يما سچ تيم ساي بان زندگي انا يما ابوس اوس يما چ بان اوس بان جو اتو سك چيرا اما چ لا ساي فرما شيوان يوسف ساي بیا ساي بوس يوسف بیا ساي بوس يوسف اگه سکول نزدیک اوز بیر اور يوسف سکول اندر کون چه کول اندر هوری وار خسون مگر یه دو سکول مجلس بیر بیاق سایب يوسف اگه سکول اوز تونا اور اوز کرف بڑ اوز لگا اور یه دو اوز ادی وار میسو اوز گای جز اوز بیر دوی بابس امتان لگا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا سشو سسایب يصايب سود خورس يس دنيا صدر سود حوان سود ديوانوس يطلانت برسول الله صلى الله عليه وسلم هو سود فرمو
يوسف رب العالمين يسوع يسوع صلي رحمة صلى الله عليه وسلم يسوع إيران يجمع شكرا يسوع يسكت صدق أو ده مش عجيب كي أحكي أصل مسألة ما أعتقد أن مبتلى أصل الكوري هذا يمسار دوري جهارة دي جيش رجلي شي بنا تجا ذا أو استمر أن راسمة دمار سور كي أحمد سور أدان لكن يو سامن باسار يسكبي أمال باسار يوز أرين أوز روزغار لكن يوز بدري روزغار تا دور كنت دي لكر باس قدري ما بيان كرمن يوسف ده وشوا إمس كان يسرد كان فاد نعم يا عذاب سر حبيش مطلع ولا كيام دستان يا سش سوي يوسف يوس دنيا سر كيا سود وس كيا تري ما بيان كر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف ده وشوا أحسايب آرام تغير مگر أحسايب يوا يكين تلا إمس كاس بتراوان أو إمس كار على كسر يا سش سوسايب يمس رب العالمين القرآن إيش نعمة أدا كري يمس رب العالمين القرآن تعرف كرنا يو يو القرآن الكريم سارا لكن يوم سارا رات وسواتا يو آرام تام يو القرآن الكريم إيش نعمة كرا ويوم سارا توس واتا يو القرآن الكريم إيش نعمة كرا يا سش سوسايب يمس رب العالمين إيش كلي كيان تستاي أبا دا بيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد يصايب يبدا أفراد وشوا يبصد أفراد وشوا أجس وادي أدار يس وادي أدار التنق وادي أس يس جهنم وش وادي أس أخذ لك أفراد وشوا يبصد استيم بدكار يبصد استيم بدكار يمنا نكاو اسكرار كين يا نكا كرد كي باوجود هو زنا سنة مبتلا يما سو استيم سايد يما نو كيس عذاب شو يما يا بيان كرمن كي سايد ديم يما رسول رحمة صلى الله عليه وسلم قال بيان فرمو يما سو غاية الدنيا انتقال لكن يما نو عذاب شو هو يما كيو فرجا يما اس مختلف بنا هذا ولا بعد لكي سمي سمي مبارك تصدر سنير ابن ماجد تصدر حديث مبارك رسول رحمة صلى الله عليه وسلم أكي بسني كين خزان أدي وشان بسني أدر يسيا بقال 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 باتوس أسكري باسن كيه قبر يمن أدر آواز رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مواجز شي بوزان صحابة قرار عرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزايب كم هاتش جواب يوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يما شو يمي بجزي أفراد وزن بوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فرمو يما خشي تيم سايب يما واري زاد بول قناة وسطو قرب يما لقل قناة وزي من شد أفراد فقل بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو لاك سايب شو يما درسو يوسف بارون بار وصل بچاون يبشاب جو چکو دي شو وصل يمانون بار بچاون ابس تش رب العالمين اخ قبر ادن عذاب او سر كور بيان فرو بیا صاحب چ سصاحب يوس چکو كور يادر ممتلا او دنيا سدر ابس تش مي گس عذاب تو مسلمانو يس گبرش يس شو سگار يستر هي گرش أحسن أنا تعبي أجاب نشكا بس بجاي ساسا سرب تسرب شو يا من هذا هذا قا هذا جاء الإنسان عمل كركين أجر نزيا الدنيا سنة عمل صالح هذا كركين تري شو تحت كلا سنة رأسه هميش كذي كيا بارون بار أزام سنة بيج إذا كان إنسان اسمه ملي تقليه بس إنسان سكوت أشوف سطوع يا سنة عاد بس سنة بور بشو معلوم بسر بيجي كلا هلا كذا نبى جايكا إيه مالي بزرقا إيه مالي نوجوان يا سعاش سهال يا سعاش قبر إنسا عواز دب جون عواز بوزي سعاش تك جوار عذاب كشدة تسوي سعاش تقليب محسوس كرا عذاب لكن جون عواز عشان سوري مخلوق بوزان
جنتي سار جون عواز بوجن أفحال اسمه كيف يصير إنسان اسمه كذا أبي أهوال بعد إنسان سوي كل سلوك شكرا رب العالمين إن شاء الله الله تعالى زندة جيز بيجس خلاص أنا كنا بيان الله تعالى إيمان نسوي بوس نسوي الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد قال الله تعالى في كلام مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا فإن خير الراحمين اللهم انصرنا فإن خير الناصرين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على سيدنا محمد